استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تطورات الأحداث ومستجداتها إقليميا ودوليا، حيث أكد سموهما في هذا الصدد على أهمية توحيد المواقف العربية والسمو بآفاق التعاون على المستويين الثنائي والجماعي بالشكل الذي يجعل المنطقة أشد منعة وقوة في التعامل مع التطورات المختلفة. إلى ذلك فقد أشاد سموهما بالجاهزية التي تمتعت بها مختلف أجهزة الدولة في التعامل مع مختلف التحديات، خاصة تلك في التي فرضتها الظروف الجوية مؤخرا، وحتى سموهما على الاستمرار في اتخاذ الاستعدادات لضمان أن تكون الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن دائما في أعلى مستوياتها مهما كانت التحديات. وخلال اللقاء قدم صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دعوة زواج نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة، حيث أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد متمنيا سموه لسمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة حياة زوجية سعيدة.